سيدتنا نفيسة رضي الله عنها بنت سيدنا الحسن الأنور ابن سيدنا زيد الأبلج رضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إليها الخطاب يخطبونها، فكان أبوها يردهم جميعا، فسئل لما ترد هؤلاء الخطاب، فقال سيدنا الحسن الأنور قولا بليغا مباركا يكتب بماء القلب. قال سيدنا الحسن إني أريد أن أضع الوردة في بستانها وأرد القطرة إلى نهرها وأؤدي الأمانة إلى أهلها. انظروا إلى جمال هذه المعاني في سيدتنا نفيسة، نفيسة العلوم رضي الله عنها. فذهب يخطبها سيدنا إسحاق المؤتمن ابن عمها، فأبى والدها سيدنا الحسن الأنور. فذهب سيدنا إسحاق المؤتمن إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في روضته، وقال له يا جدي يا رسول الله، جئت أبث إليك حاجتي وأشكو إليك لوعتي، فإني أردت نفيسة وعمي يأباها علي. وفي اليوم الثاني وجد عمه سيدنا الحسن الأنور قد بعث يطلبه وقال له تعال. فذهب سيدنا إسحاق المؤتمن وقال له عمه أتاني حبيبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي زوج نفيسة من إسحاق، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لي في شفاعتكم يا سيدي أمل، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، وصى بآل البيت في الذكر مولاك، إنا نحبهم إنا نجلهم، من أمهم نال فيضا من عطاياك، حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك، إن الخلائق يا طه بأجمعها لولاك ما رحمت والله لولاك. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الليلة المحمدية المباركة أرى الابتسامات تعلو الوجوه بالقرآن والابتهالات والمدايح النبوية. في هذه الليلة التي ننقلها عبر أثير إذاعات كبير مهندسي الصوتيات بجمهورية مصر العربية الإمبراطور المهندس محمد الشربجي، وعبر أثير كاميرات ومرئيات مخرج الروائع القرآنية ونقيب مصوري جمهورية مصر العربية المهندس أحمد الجعبري. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى ساح نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، سيدنا الشيخ أحمد إبراهيم وسيدنا الشيخ يسري قالوا لي أنتوا بتحبوا سيدنا النبي، فنفسي نسمع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب جئنا جميعا إلى آل أحمد، صلوا عليه. يا آل أحمد يا أندى الأنام يدا، ما بال ذي حاجة إياكم قصدا، يا سادة الناس جدواكم وجودكم قد عوداني على أن أطلب المدد، من جاء ساحتكم طلبا لمددكم لن تحرق النار في الأخرى له جسدا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى ساحة سيدنا الحبيب الشفيع، هيا بنا إلى صوت عاشقه كل سميع، هيا بنا إلى رحاب صاحب المقام الرفيع والصوت البديع وحبيب حبيبنا الحاج ربيع المبتهل القارئ الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، المبتهل والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون. ندعو الله عز وجل له التوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
ظلامنا واستر عيوننا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وأنت بين قلوبنا أرسل مديحك وتغن فرحا بالنبي واملأ بطيب الشجع
آيا في الكتاب يقصرنا على النكاح وحفظ الترجيما
ربنا يبارك يا سيدي. سيدي يا رسول الله، يا أسكنك الله. إذا زرت بعد البيت راح محمد.
ألف مبروك. ألف 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 ألف. احنا كلنا كده جايين عشان نبارك للعرسان، نقول لهم ألف ألف مبروك. وهو بقى نعم هما الاثنين اخواتي يعني الاثنين واحد، فنقول لهم نبارك لهم نيابه عنكم ان شاء الله. Yeah.
صلى الله يا ليلى بشراك سبحان من أعطاك يا ليلى بشراك سبحان من أعطاك بقلبك لمحمد رب السماء والبدر في شرف و
والبحر فيها والدهر فيه اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله نبي رقى فوق كل العروش ومن نبع كفه يسقي الجيوش ويرضى الحصير ويأبى الفروش إلى الدنيا ما مال أو قد هفى نبي رقى للعلا ودنا وعلى بساط التناج اجتنى وناداه ربه أني أنا تملى بوجهي يا مصطفى صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله فيا حبيب الله أنا لك مطيع وقلبي في حبك له تطويع ماذا عسى أن يقول عنك وما عسى أن يستمع كل قلب وسميع وهكذا عشنا في رحاب سيدي المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون في هذه الليلة المحمدية المباركة ليلة آل هدية الأكرمين بسوهاج بصعيد مصر الطاهر المبارك والتي ننقلها لحضراتكم من قرية القرنبل مركز أطفيح بمحافظة الجيزة من عند أجدادهم وأخوالهم الكرام فضيلة الحاج أنور الشناوي وكذلك فضيلة الحاج نادي الشناوي وأخوالهم الكرام الحاج ناصر أنور الشناوي وكذلك الحاج محمد نادي الشناوي وكذلك الحاج ربيع حمدان الشناوي سائلين الله عز وجل أن يبارك للعرسان الأكرمين والعريسين المكرمين أحمد وعبد الرحمن رأفت أحمد حسن أيها الإخوة المؤمنون كما نقدم خالص التقدير فضيلة شيخنا شيخ أحمد إبراهيم الأزهري الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا في مثل هذه اللقاءات وكذلك تهنئة مقدمة من الحاج عزوز خليفة الشناوي سائلين الله عز وجل أن يديم عليكم الأفراح وكذلك الحاج نادي عبد الصمد الشناوي سائلين الله عز وجل أن يديم في بيوتكم الأفراح